فرقتين قوي، لان هم 10 ايام انت فاهمني. اولا لما ياخدوا البطولتين هيساعدوا المنتخب القومي على المكسب، ناحيه نفسيه ارادتك تبقى كويسه، تجهيز اللاعبين يعني بيت اللعيبه من النادي الاهلي، وتجهيز اللاعبين في مباراه زي فاينل افريقيا، ما اعتمدش على التدريب بس وان انا اخدهم فتره قبل المعسكر، لكن انا بكلمك على ناحيه فنيه. انت كمان في الربع الاخير من السنه من الناحيه التدريبيه، يعني المخزون البدني بتاع اللعيبه قل كتير كتير كتير، التركيز قل كتير، فانت دلوقتي ما تحرمش بلدك من انه ياخدوا بطولتين، واحده هتروح كاس العالم للانديه والتانيه تاخد الكونفدراليه نادي الزمالك، وانا بتمنى ان نادي الزمالك ياخدوا البطوله واحنا معاه، لان ده مصر، يعني احنا بنتكلم على اي بطوله افريقيه ياخدها نادي مصر، اي نادي مصري بيلعب في البطوله الافريقيه فاحنا معاه. فانا مش بتكلم على النادي الاهلي بس، انا بتكلم على الناديين، ولكن النادي الاهلي هو اللي عنده المشكله الاكبر طبعا. في الوقت ده حتى حجم المباريات تقيل، بالاخص ان هو اول ماتش هيسافر بره، يمكن نادي الزمالك هيلعب مباراه او اتنين بس عشان الجدول بتاعه، لكن النادي الاهلي لازم اربع مباريات هتجهد اللاعبين اجهاد غير عادي. مش معناها انك انت مثلا مديني ست سبع ايام، طب انا ممكن اعالج فيهم. الحاجه الثانيه بقى المهمه الناحيه النفسيه بتاعت اللاعبين، هتقول لي نادي الاهلي عنده لعيبه ممكن يغير في